أرحب بجميع الإخوة والآباء والمشايخ والأئمة كلهم باسمه، ونيابة عنكم أيها الأفاضل خاصة أهل المسجد وسكان هذا الحي. أبتدئ بيميني، رحبوا بشيخنا الفاضل القارئ المتميز شيخنا وليد مهساس يحفظه الله ويرعاه، وكلما دعوت الشيخ إلا واستجاب جزاه الله خيرا، فنسأل الله سبحانه وتعالى. والشيخ كما تعلمون جاء من ولاية برج معرليج وجاء في يعني منذ قليل فقط، فأسأل الله تعالى يجعل له بكل خطوة خطاها هو ومن رافقه من إخواننا درجة ورفعة في الجنة، ونسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسنات والديه. فجزاكم الله خير لشيخنا وحفظكم الله. أيضا نرحب بشيخنا الفاضل أستاذنا الكريم المبدع شيخنا عبد الرحمن طيبي يحفظه الله ويرعاه، جزاه الله خيرا على تلبيته دعوتنا وحضوره معنا في هذه الأمسية المباركة. ثم أبدأ بشيخنا الشيخ يوسف بن عاطي يحفظه الله ويرعاه، جزاه الله خيرا ألبى دعوتنا وقد اشتقنا إليكم شيخنا كثيرا. والشيخ كل ما نقول له الشيخ جينا يقول أنت ثم تلتمسوا لي العذر، نروح المساجد الأخرى ما تلتمس العذر، فشيخنا طول علينا والحمد لله جات الفرصة وأذن الله عز وجل وكتب لنا باش نتلاقاو مع شيخنا الشيخ يوسف بن عاطي حفظه الله. أيضا أرحب بشيخنا الأستاذ الفاضل الشيخ فتحي بودفلة يحفظه الله ويرعاه، وجزاه الله خيرا أن يحضر معنا في هذه الأمسية المباركة. أيضا نرحب أو أرحب نيابة عنكم بشيخنا الكريم وأستاذنا الفاضل الشيخ الهادي حراث يحفظه الله ويرعاه، جزاه الله خيرا ألبى دعوتنا وحضر معنا في هذه الأمسية المباركة. وأيضا أرحب بشيخنا الفاضل الحبيب شيخنا عبد الرزاق عامر يحفظه الله ويرعاه، وكنت آمل أن ألتقي مع الشيخ في شهر رمضان وقدر الله أن أصيب الشيخ بوعكة صحية، الحمد لله على سلامته والحمد لله الذي رد له أو عليه عافيته، واسأل الله أن يعافينا جميعا أيها الأفاضل. أيضا أرحب بجميع المشايخ يعني كاين أئمة راهم معنا ومشايخ وأساتذة كلهم باسمه، وأعتذر على عدم ذكر كثير من المشايخ والأئمة والضيوف والإخوة والآباء الذين جاءوا من خارج الولاية العاصمة ومن الأحياء المجاورة، فأقول لكم جميعا أيها الأفاضل طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا ومنازلا، وأنا لا أريد أن أطيل لأني سأأكل وأخذ من أوقات القراء والمشايخ، فقط أختم بهذا الحديث النبوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة احنا عملا بهذا الحديث الذي يعني يبشرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمبشرات أربع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أربع مبشرات بشرها بها النبي صلى الله عليه وسلم كل من اجتمع على كتاب الله تلاوة وسماعا وتدبرا وتفسيرا، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن ينالون هذه البشريات أو المبشرات الأربع التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حضوركم، وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا أجر وثواب جلوس في ذكر الله وعلى طاعة الله والإنصات لكتاب الله والإنصات لمشايخنا الأفاضل جزاهم الله خيرا. كان صلى بنا الشيخ وليد جزاه الله خيرا مشكورا مأجورا هذه التلاوة الطيبة المباركة، صلى بنا في الركعة الأولى بتلاوة، وفي الركعة الثانية ذهب بنا شيخنا الفاضل كما اعتدناه بتلاوة أخرى فجزاه الله خيرا، فاعتبرت هذه التلاوة على الشيخ حفظا للوقت أن هي التي افتتحنا بها هذا المجلس المبارك حتى نحفظ وقتنا. وأعطي الكلمة إن شاء الله لشيخنا الشيخ عبد الهادي أو الهادي حرات جزاه الله خيرا، يتفضل إن شاء الله مشكورا
مأجورا. نوجه بالشكر الجزيل لأخينا الفاضل إمام هذا المسجد المبارك، وأبارك لكم هذا الصرح العظيم الذي سيكون منارة لاجتماع أهل العلم وأهل القراءة والإقراء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود إمامنا وفي الطاقم الحقيقة المساند والمعاون معه كلهم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يلهمهم الحق والصواب، وأن يسدد خطاهم، وأن يوفقهم لكل خير يحبه الله ويرضاه. خدمة القرآن خدمة جليلة عظيمة لا يعرف أجرها ولا يقدر قدرها إلا من ذاق طعمها من حلو الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا كتبت الخيرية في الأمة الإسلامية فقد خصت الخيرية بأهل القرآن العظيم. في هذه المناسبة الجليلة الكريمة لا يسعني إلا أن أقف معكم على المعاني الثابتة والتي بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أن هناك نعم أمدنا الله بها سبحانه وتعالى وأفاضها علينا سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن من بين هذه النعم التي نتقلب فيها ليلا نهارا هي من أجلها وأعظمها هو دين الله الإسلام سبحانه وتعالى. أكبر نعمة أفاضها الله علينا عز وجل هي نعمة الإسلام. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وعمر بن الخطاب لقيه أحد اليهود فقال: أنتم معشر المسلمين عندكم آية في كتاب الله عز وجل، لو أن معشر اليهود نزلت علينا لاتخذنا يومها عيدا. قال: وما هي؟ قال: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر الخطاب: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت واليوم الذي نزلت فيه، وهو عيد كله، بل هي أعياد اجتمعت في نزول هذه الآية. موسم الحج في عشية عرفة يوم الجمعة نزلت هذه الآية، وهي من أواخر ما نزل من القرآن إن لم تكن هي آخر ما نزل. قال يعني أجابه صراحة على أن هذه الآية عيدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحق لها أن تكون عيدا لأنها بشرتنا بالنعمة التي أفاضها الله علينا، وأن الله أتم وأكمل الرسالة سبحانه وتعالى، وأن القرآن هو زبدة هذه النعمة، لأن القرآن هو مصدر الإسلام، هو مصدر هذا الدين. امتن الله به على الرسول الكريم وشرف به ربنا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم من بعده. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه شرف ورفعة لك لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه من المسلمين والمؤمنين وجماهير العلماء والصالحين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رويه عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم وأهل الإسلام والإيمان بهذا القرآن العظيم. ولذلك إخوتي الأفاضل، كانت النعمة الأخرى هي نعمة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعثته صلى الله عليه وسلم كانت من أكبر المنن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وأعود للقرآن لأن المقام مقام القرآن الكريم. القرآن يشترط فيه هذه المعاني الربانية في حفظه، في ترتيله، في مدارسته، في تدريسه، في تعليمه، في الكتابة، في علومه، في سائر، لأن كل العلوم الشرعية وعلوم الشريعة منبعها القرآن، منبعها القرآن.
أيا كان هذا العلم في الشريعة منبعه القرآن الكريم، أولها حب هذا القرآن والإقبال عليه من كل الأفراد على اختلاف فئاتهم، على اختلاف أعمارهم، على اختلاف أفكارهم وألوانهم، لأن من يقبل على كتاب الله عز وجل حبا ورغبة يعطيه ربنا عز وجل من أسراره بقدر رغبته وبقدر حبه له. قال أحد الصالحين: إذا أردت أن تعرف حبك لله فانظر في حبك لكتابه، أي للقرآن الكريم. وإذا أردت أن تعرف سلامة قلبك من الأمراض والشهوات والشبهات فأعرضه على سماع القرآن. وقال قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر بكل جوارحه. والشيخ الفاضل لما قرأ علينا هذه الآيات فعلا حين بداية آيات ونحن نحس بقشعريرة والوجدان يتفاعل مع هذه الآيات إلى أن ختم وسلم في هذه الصلاة المباركة الطيبة وهذه التلاوة العطرة المباركة، زاده الله عز وجل توفيقا وحرصا في ضبطه لكتاب الله تبارك وتعالى. مما يشترط أيضا لي ولكل المسلمين من المتعاملين مع القرآن والعاملين به ثلاث أسس: أولها خشية الله في طلبه سبحانه وتعالى، لأنه هذا القرآن لا يعطي سره إلا لمن أعطاه كله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: كنا نتعلم، أو قال ابن عمر: كنا نؤتى القرآن، كنا نؤتى الإيمان قبل الإيمان، قبل القرآن، فتعلمنا القرآن والإيمان معا. وقال ابن مسعود: كنا لا نتجاوز 10 آيات حفظا حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل معا. بل قالوا: كنا نستعين على حفظ كتاب الله بالعمل به. وقال أحدهم: كنا نستعين بحفظ أحاديث رسول الله بالعمل بها. فهذا يبين أن القضية ليست مجرد حفظ، والقضية ليست مجرد تأليف، القضية ليست هذا كله، ليست مجرد مصاحف وطبعات جديدة، القضية أخرى، قضية حركية بهذا القرآن الكريم، قضية وجدانية بهذا القرآن، قضية أخرى تفاعلية مع هذا الكتاب، قضية صفاء روحي تنبثق عنه سلوك وقيم وأخلاق في المجتمع، في الأسرة، في الأمة، في المؤسسات، في كل أحوال الأمة. هذا هو القرآن الكريم، أفرادا وأسرا ومؤسسات الدولة ومؤسسات للأمة يحكمها القرآن الكريم، هو الذي يربي الأجيال، هو الذي يعطي الجيل قيمة حضارية وقيمة أخلاقية. سئلت عائشة عن أخلاق النبي فجمعت وأوعت وقالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأساس الثاني وهو بعد خشية الله في طلبه التعبد به في تواضع، لأنه القرآن حينما يدخل في جوفنا ينزع الكبر وينزع الرياء وينزع الغلظة وتحل محله الضياء والنور والبصيرة وغير ذلك. هذا هو كالمصباح، يعني لما تدخل إلى غرفة تشعل المصباح يذهب الظلمات، هكذا هو القرآن إذا دخل في جوف الإنسان أو في محيط الأمة أو في مدارس الأمة أو في جيل هذه الأمة المباركة الطيبة. وأختم بثالثها وأنا أقتصر في ذلك، وهي تزكية النفس به والعمل به في واقع الحياة. قال ربنا تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة بما كنتم تعلمون، فهو يبين أن تعلمه وتعليمه وتدريسه أن نكون ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أسأل الله أن ينفعني وإياكم في هذه الجلسة المباركة، وأظنني أطلت في هذه اللحظات على إخواني، أستسمحكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وعليها وأكل عليها
لنريك من آياتنا الكبرى. إنك كنت
صدق الله العظيم. ورحبوا بشيخنا الفاضل أستاذنا الكريم الحبيب الشيخ محمد إيدير مشنان يحفظه الله ويرعاه، وقد سعدنا وتشرفنا وسررنا كثيرا بوجوده معنا في هذه الأمسية، ولا يمكنني أن أواصل هذا التنشيط حتى نسلم ونرحب بشيخ فمعذرة. شكرا في دور الله. الله يفتح إن شاء الله. فمرحبا بكم شيخنا في مسجدكم وبين إخوانكم وأبنائكم، فجزاكم الله خيرا على تلبية هذه الدعوة، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. شعار هذه الأمسية المباركة وهو قول الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويعلم الجميع أيها الأفاضل أن أعظم وأجل ما يجب أن يعتنى به في زماننا خاصة وفي جميع الأزمنة والأمكنة هو كلام الله تبارك وتعالى. وإن أعظم وأجل ما تصرف فيه الأوقات والأعمار وأجل وأعظم ما تنفق فيه الأموال هو كلام الله تبارك وتعالى. يعني نزولا عند هذا الشعار قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يسعدني أن يتقدم شيخنا الفاضل وأستاذنا المبارك الحبيب الشيخ عبد الرزاق عامر يحفظه الله ويرعاه مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أبنائي الأعزاء، إخواني الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ببدء نشكركم على هذا الحضور الطيب، كما نشكر الشيخ نور الدين على هذه الأمسية الكريمة وعلى هذه الدعوة، كما نبارك لكم أيضا هذا الصرح وهذا المسجد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مسجدا مباركا يحفظ فيه العلم ويحفظ فيه القرآن، وخاصة مثل هذه الأمسيات وهذا الذكر الطيب، حتى أولادنا يعني يتعلموا يعني الشيء النافع إن شاء الله تبارك وتعالى. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث عن القرآن يا إخواني الكرام يطول، لأن الحديث عن القرآن هو الحديث عن الحياة. القرآن هو حياتك. ما الذي حول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه من رجل يفتيك ولا يبالي؟ عمر الذي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ما رآه في فج إلا سلك فجا آخر. تلك القوة والعظمة التي كانت له في الجاهلية أكرمه الله تعالى بها في الإسلام. ما الذي حوله من ذلك الرجل الذي يبطش ولا يهاب إلى رجل يقرأ آية فيمرض شهرا كاملا تهده آية، قرأ قول الحق سبحانه: إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع، قاعد يعود فيها قام بها الليل. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا هذا هو اللي نشوفه. إحنا على كل حال والله يجينا نتعلمه
يعني ننتفعوا بهذا المجلس أكثر من اللي يتكلموا. ما الذي أمرض الفاروق عمر؟ آية يعوده الناس وليس به من علة، موش مريض، ما عنده حتى مرض. ما الذي جعل أبا بكر الصديق عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر يصلي بالناس؟ قالت عائشة يا رسول الله أبو بكر رجل أسير، يا رجل يحشم ضعيف، مروا أبا بكر يصلي بالناس. وكان أبو بكر الصديق إذا قرأ القرآن يسمع في صدره أزيز كأزيز المرجل أو النحل. المرجل شتو الصوت على القدرة كي تكون تطبخ، تكون تطبخ فيها الصوت هذا. أو أزيز النحل، شتو النحل لما يكون في الصندوق تاعه كيفاش يدير الحس، منين جاء هذا الحس هذا؟ بركة القرآن، عظمة القرآن. القرآن هو الحياة. اليوم الإنسان اللي ما عندوش قرآن في حياته إنسان تعبان، لأن الحياة اللي رانا فيها حياة فيها من صنوف الفتن والبلاء ما الله تعالى به عليم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلت الإنسان صباح ينوض نهار طول هو يجري في الدنيا هذه في التجارة ولا في العلم ولا مهم، يتعب يتعب، واحد يأذيه، واحد يقول له كلمة، واحد يدي له حقه، واحد كذا. هذه الجراح، هذا الإنسان هذا مثله كمثل الإنسان كي يرجع العشية للبيت يلقى روحه مجروح، مجروح في ذراعه، مجروح في صدره، مجروح. هذا الجراح لازم لها ضمادات، لازم لها ضمادات. بماذا يضمدها؟ بالقرآن الكريم، بالقرآن الذي أمره بالصبر والاحتساب والرضا عن الله سبحانه وتعالى. لذلك قلت لكم أن القرآن، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن هو الحياة. وقد ذكر شيخنا الفاضل ربي جزيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو عندما سئلت عائشة عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. ما معنى خلقه القرآن؟ يعني ما هو موجود في القرآن من أوامر وأخلاق تمثلها رسولكم صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أمر القرآن بالصدق فالحبيب عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين. وإذا تحدث القرآن عن الوفاء فسيد الخلق عليه الصلاة والسلام هو أوفى الناس. وإذا أعطيت عهدا أو أبرمته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا تكلم القرآن الكريم عن الرحمة فالرسول عليه الصلاة والسلام جعله رب العالمين وذكر ذلك في القرآن رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. العلماء يقول لك إذا زاد علم العالم زادت رحمته بالناس. الإنسان قد ما تلقى عنده العلم تلقى في قلبه الرحمة. هذا كان الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام. وإذا رحمت فأب أو أم هذان في الدنيا هما الرحماء. الرسول عليه الصلاة والسلام تمثل القرآن. وش كاين في القرآن؟ القرآن دعا إلى الكرم والسخاء. فهو عليه الصلاة والسلام قد كان أجود الناس وأكرم الناس وأسخى الناس، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنوار. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن يا أحباب الكرام والشباب، القرآن هو الملجأ تاعك. لازم كل يوم تقرأ قرآن، حياة القلب تاعك بالقرآن الكريم، خاصة ونحن في هذا الزمن الصعب. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف أختم لكم حتى لا أخذ الوقت للمشايخ والقراء الكرام. شوف ربي عز وجل يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة القصص، وعليه القرآن هذا. شوف هؤلاء المشايخ كانوا يقرأوا ربي يحفظهم ونحن نتبعوا فيهم. هذا هو الأصل في القرآن، تدبر وتأمل تفهم المعاني أكثر. شوف في سورة القصص ربي عز وجل في بداية السورة تكلم على سيدنا موسى، وش قال؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفي آخر السورة وش قال رب العالمين خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام؟
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كما رد الله تعالى موسى إلى أمه سيردك الله تعالى يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة. لكن الجزئية واللطيفة هنا ما هي؟ نذكرها بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هي أن الله تعالى أذكرنا القرآن، أذكر للرسول عليه الصلاة والسلام القرآن ثم بشره بعودته إلى مكة. لأن الآية هذه لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان خارج من مكة مخرجينه من أرضه ومن داره من بين أهله، وكان يلتفت عليه الصلاة والسلام وينظر إلى مكة من خلفه ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فأنزل الله عليه إن الذي فرض عليك القرآن. ما معنى فرض عليك القرآن؟ أي الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه للناس وفرض عليك أن تتمثل أوامره سوف يردك إلى مكة صلى الله عليه وسلم. وقد رده ربنا سبحانه وتعالى إلى مكة. القرآن هذا يا إخواني الكرام شفاء، القرآن هذا رحمة، القرآن هذا خير بركة. الشيء اللي يجمعنا اليوم مع المشايخ والقراء ومع أولادنا الصغار ما هو؟ القرآن العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شفيعا لنا يوم القيامة. القرآن لازم له تدبر وتأمل وتطبيق، ويسأل الإنسان يستعين الإنسان بربه سبحانه وتعالى في ذلك. استسمحكم على الإطالة، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم تر أن الله أنزل من السماء ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم أولئك في ضلال.
أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم Oh!
هل هن كاشفات ضره